نقول المنظومة نقصد الدستور وما أفرزه الدستور. يعني رئيس الجمهورية أو فعل رئاسة الجمهورية فيه جزء مهم متعلق بشخص، بشخص رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية تأخر كثيرا، ولكن في المدة الأخيرة ونعرف نفهم علاش تأخر. علاش؟ لأنه عنده، لأنه العمل ما عندوش كون يعمل العمل اللازم لتهيئة الظروف. فبالتالي وزارة الخارجية كانت هي اللي قامت بالعمل، والعمل الإداري في الدبلوماسية وفي العلاقات ياخذ شوية وقت. وهل من دور رئيس الجمهورية جلب التلقيح أم هذه مسؤولية الحكومة؟ لا، مسؤولية الدولة، مسؤولية رئيس الجمهورية. بالطبيعة رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، رئيس الإدارة التونسية، رئيس الإدارة ورئيس كل شيء. ماهوش مش رئيس الإدارة. نعم، رئيس الدولة ليس رئيس الإدارة التونسية. رئيس لا الإدارة رئيس ورئيس الحكومة. رئيس الإدارة مش ما شوف، رئيس الإدارة مسألة بسيطة تنفيذية وإجرائية. توقيع الاتفاقات مع المخابر العالمية لجلب التلقيح، هل يقوم به رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة. إذا كيف نحمل القيس سعيد هذه المسؤولية؟ شوف معناها كي تبدأ في داركم محمد وبعيد الشر عليك، يبدأ واحد من إخواتك يغفق وانت ماكش الكبير، مش تخليه يموت على خاطر الكبير ما تحركش، ولا على خاطر بوك ما تحركش. دونك فما المسؤولية في علاقة بالمواطن اليوم، ما للمجتمع المدني الواحد يتحرك على خاطر كيف يشوف نقص ما يستناش الناس تموت. دونك مش على خاطر الحكومة ما قامتش بدورها ولا ما تقومش بدورها معناها هو ما يقومش بدوره. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية، رئيس الجمهورية عنده رمزية واعتبارية كبيرة. يعني رئيس الجمهورية كيف يخاطب لو فيزافي في دول الخليج ولا في أوروبا ولا في أمريكا مش كيف رئيس حكومة. يعني دائما فما مستويات في الدبلوماسية وفي العلاقات الخارجية اللي عندها أهمية. وكشفتوا أنه وزارة الخارجية قامت بالعمل متاعها، طلب هذا مالوريزمون برشا وقت، ولكن تم ختامه بمكالمات الهاتفية تاع رئيس الجمهورية واللي هي كانت معناها تتم لعمل دبلوماسي. هذا في صلب صلاحيات ومسؤوليات رئيس الدولة. يبقى تقول لي الحكومة ما صحتش مع المخابر، نقول لك وي هذا تقصير منها. أم مش معناها إذا الحكومة مقصرة يلزم رئيس الجمهورية يقعد يتفرج فيهم، على خاطر هو وقتها مش مش يتشمت فيهم هما. وقتها شكون اللي مش يدفع الثمن؟ المواطن التونسي. بصراحة نور الدين بديشة، التوانسة يقارنوا، التوانسة يتسائلوا اليوم ماذا لو كان الباجي قايد سبسي في رئاسة الجمهورية؟ التأخير والارتباك اللي صار في علاقة بالتلقيح كان ينجم يصير بالشكل هذا؟ بصراحة وبكل تواضع مستحيل كان ينجم يكون يصير تأخير. ولو كان كان الرئيس الباجي قايد سبسي الله يرحمه، التلقيح راهي جات بإمكانيات كبيرة منذ بداية وجودها، والتيست بي سي ار وكل الإجراءات. وهذا مش نقول فيه، لأنه نعرف طريقته في التعامل السياسي، ونعرف طبيعة علاقاته الدبلوماسية على أعلى المستويات وفي كل الدول بدون استثناء، ونعرف شنية كانت رمزية وأهمية تونس. راهو أهمية تونس مازالت متواصلة، ولكن أهمية ورمزية تونس في بقيادة الباجي قايد السبسي.